انا معايا دلوقتي على التليفون الاستاذ محمد كارم، خبير سياحي. استاذ محمد مساء الخير. مساء الخير يا دكتور عمرو، ازي انا حضرتك؟ بحضرتك يا فندم. استاذ اهلا محمد بيكي وفضل الكرام. الله يخليك. استاذ محمد، مساله طرح تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجاريه والكافيهات، شايفها ازاي؟ والله هو بص حضرتك، هو طبعا هو القرار قرار صائب بس للجمهور المصري، بمعنى انا طبعا ان المصريين خلال الفتره اللي فاتت، كان على فكره القانون ده قديم جدا، يعني القانون ده كان قديم، وكانت المحلات بتقفل من 11 والكافيهات بتقفل 12. اوكي طيب، انا بتكلم دلوقتي من الشق السياحي. الشق السياحي الاجانب النهارده هم جايين يستمتعوا بكل دقيقه في مصر، كل وقتهم في البرنامج بتاعهم معروف، بمعنى ان هم هينزلوا يخلصوا الجولات الاثريه الصبح، هينزلوا بعد كده جوله نيليه على العشاء، وبعد كده ينزلوا يروحوا الاماكن السياحيه زي خليج نعمه، زي الغردقه الممشى، زي منطقه الحسين. طيب القطاع دوت او القطاع بتاع البازارات او قطاع المطاعم اللي بيعمل من خلاله القطاع السياحي، ما ينفعش حضرتك انا اقول له يقفل الساعه 12 او يقفل حتى الساعه 1. لو حضرتك كمواطن مصري بس نزلت منطقه خليج نعمه، اوريدي خليج نعمه بتبدا الستارت بتاعها من الساعه 9 بالليل. طيب يعني حضرتك بتطالب او بتنادي انه المناطق السياحيه كلها وضع خاص، يكون لها استثناءات. بالظبط بالظبط، لان انا النهارده احنا العاصمه التي لا تنام، زينا زي نيويورك. فالنهارده انا لما يجي السائح من الساعه 9 بالليل او 10، لا بس نيويورك برضه بتنام، يعني اقصد المحل التجاريه ليها مواعيد معينه انها بتقفل فيها، انما ايوه بس الملاهي الليليه مش كل العاصمه حضرتك بتبقى قافله. يعني هو القرار، يعني القرار هم لسه هيتناقش في مجلس النواب، هم بيقولوا ان كل المحلات لازم تقفل في توقيت معين. طب هل القرار ده هيسرع الصيدليات؟ ما هو زي ان الصيدليات دي حاجه ايرجنت، القطاع السياحي برضك الكافيهات والمطاعم دي حاجه ايرجنت. طيب في بلدان العالم المختلفه اللي هي بتطبق هذه القوانين، الصيدليات لها وضع خاص، انه في تبقى صيدليه مثلا في هذا الحي او في هذه المنطقه تبقى صيدليه نبطشيه، يعني عليها بالظبط. ما هو نفس القصه حضرتك، القطاع السياحي المحلات دي ليها وضع خاص، ليها حاجه خاصه. تمام. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد كرم، خبير سياحي.